أول موضوع أثار اهتمام الناس على السوشيال ميديا هو موضوع سمك القرش. أي إنسان مهما بلغت قوته وشجاعته لازم لما بيسمع كلمة سمكة قرش يخاف. في مليون فيلم اتعمل عن المواجهة بين البشر وسمك القرش، ودايما الانطباع اللي رسخته الأفلام إن سوء تعامل البشر مع الطبيعة وسلوكيات البشر في أماكن معينة بيستفز كائنات بحرية مختلفة من ضمنها القرش، وخلى سلوكها على مدار السنين يبقى أشرس وأشرس مع الوقت. ده غير ان الافلام برضو بتلعب على فكرة ان المحيطات يعني فيها حاجات احنا ما نعرفهاش وكائنات احنا ما عندناش علم بيها. سمك القرش بدل ما يبقى في الافلام بقى كل شوية بيطلع لنا فيديو على السوشيال ميديا. اخر حاجة كانت سمكة قرش ظهرت قريب من الممشى السياحي في دهب. قبلها بكام يوم سمعنا عن قصة مشابهة في العين السخنة. قبلها برضو بكام اسبوع كان حاجة شبيهة في الاسكندرية. آخر حاجة بقى بيقولوا إنه في جنوب سيناء ظهر سمك قرش صغير كده في شبك الصيادين وهم قاعدين بيصطادوا. إيه الحكاية؟ طبعاً حالة رعب وفزع، ومن بعيد كده نقدر نقول إنه أخبار ظهور سمك القرش وكترها اليومين دول وتداولها بشكل كبير اليومين دول سواء في البحر المتوسط أو في الأحمر خلى ناس كتير قلقانة وبتسأل. طب والمصريين اللي هناك؟ طب والأجانب؟ طب والأطفال؟ علميا اصلا ايه اللي بيخلي سمك القرش يخرج من عمق البحر ويظهر؟ وهل ده النهارده بيشكل خطر على السياحه؟ هل المفروض ان احنا نقفل الشواطئ ونوقف تماما عمليات الغطس ونوقف تماما عمليات الانشطه البحريه؟ هو ده الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعمل حاله فزع ما بين الناس كلها، بين طبعا يعني الحته المميزه اللي بتبين سمكه القرش، وبدات الناس تعمل شير للفيديو وتتداول الفيديو بشكل كبير، وبدات يبقى في اقاويل عن مكان الفيديو نفسه او مكان ظهور سمكه القرش، وهل يا ترى كان في حاجات ليها علاقه بسلوكيات الناس؟ لانه احنا برضو بنشوف كتير في الافلام ان سلوك البشر سواء الدايفنج او السنوركلينج والانشطه البحريه اللي بتتعمل في بعض الاماكن ممكن تبقى هي سبب في مسألة شراسة لسمك القرش. فيعني كلها تساؤلات سمعنا عنها وكلها حاجات بتقلق بشكل كبير. معانا دكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. دكتور عمرو مساء الخير. مساء النور يا فندم، مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين جميعا. يا رب تكون بخير. او اولا عايز اعرف راي حضرتك في الفيديوهات المتكرره دي وظهورها يعني يكاد يمر كل كام يوم كده وبنسمع عن فيديو مشابه، سمكة قرش طالعة فين؟ سمكة قرش ظهرت فين؟ تعليق حضرتك ايه على الأخبار دي؟ طيب هو حضرتك هو وجود أسماك القرش في البحر الأحمر ده شيء طبيعي ولا غير طبيعي؟ ده شيء طبيعي حضرتك. يعني أسماك القرش حضرتك على مدار التاريخ والسنين اللي فاتت دي كلها هي ده شيء طبيعي، ولكن اللي هو غير طبيعي هو السلوك اللي هو بيحصل فيه هجوم أتاك للصياح. لكن القروش حضرتك وجودها في البحر الأحمر، لا احنا مش بنقول وجودها بس ظهورها يعني ان احنا قادرين نشوفها بالشكل ده طبيعي طول عمره كان كده؟ يعني هو حضرتك في كل السواحل في العالم القروش في وقت الوضع البيض والتقاصر بتاعها بتروح لأمن أماكن قريبة من الشط اللي توضع فيها البيض أو الناس بتاعتهم من اول يوليو واغسطس في الشهرين دول. فده يعني ده عشان وقت موسم بالنسبه لهم بالظبط كده. دي حاجه. لكن احنا حضرتك اللي بيحصل ايه؟ لما يحصل فيه اي حاجه من القروش دي في بروتوكول بيتعمل حضرتك ان احنا بنامن نفسنا ان لاي ممكن اي سايد افكت لاي اكتيفيتي تحصل فجائيه من هذه الاسماك نتيجه قلق او خوف او توتر او حاله عدم ما فيش تغذيه كويسه بالنسبه لهم او عمليه تغير سلوك لهم لبعض الحالات. فالحاله دي احنا بنعمل حضرتك بنبقى حظر في اي مكان في العالم بيوقفوا عمليه الانشطه لمده 48 ساعه والامور بترجع تاني حضرتك للوضع الطبيعي. طيب ده دي الانشطه اللي بتتعمل. طب اخيرا هل الموضوع له علاقه بسلوكيات البشر السنوركلينج الدايفنج اي انشطه بحريه بتتعمل بتستفز القرش مثلا؟ احنا يا فندم احنا ما نقدرش ننكر ان في سلوكيات غلط بتحصل من الانشات السياحيه والسائحين ان هم بيجمعوا حضرتك القروش ان هم بيحطوا لهم حاجات حيوانات عشان تجمعهم والدم
حاجات بتعمل اكسايتيشن لهم، دي سلوك موجوده موجوده على كل معظم بتحصل في بعض اللانشات حاجات وده بيأثر. طب قانونيا دكتور عمرو ايه اللي المفروض يتعمل بقى ضد السلوكيات دي؟ يا فندم الحاجات دي كلها بترجع جهاز شؤون البيئه وزاره البيئه هي بتتابع هذه الحاجات، ومناطق حرس السواحل لو في اي حد اخباريه بهذا ما حصل او هذا التصرف بياخدوا اجراء على طول، لان هم المنوفين باي مخالفات تحصل بتاخد اجراء من خلال وزاره البيئه حضرتك. شكرا جزيلا دكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات.